مرحبا كيفكن؟ انتم منيح يعني نحن منيح، مبسوطين يعني نحن مبسوطين، زعلانين ممنوع تكونوا زعلانين لانه معكم عائلة فنية لازم تكونوا 100%. مرحبا يا مشاهدينا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ نحن مثل العاده بنشتاق لكم كثير وبنحبكم كثير. اليوم رايحين على احدى المدارس يلي فيها اهلنا واحبابنا النازحين من ضياعهم بسبب الحرب. رايحين نعطيهم قوه، نعطيهم امل، او يعني شو بيقولوا، نفرحهم شوي مثل عادتنا عائلة فنية بتفرح الناس كلها خاصه الصغار. وجايبين لهم يعني مليكة وحلا ومحمد وأمير جايبين لهم هدايا هيك رمزية يتسلوا فيها، ما بعرف شو هن يشتروا لهم يعني، ولكن هي الفكرة الأساس إنه نحن رايحين نزرع البسمة فيهم على وجههم قصدي، ويشوفونا ونشوفهم ونغني لهم أغاني وطنية. فخليكم معنا لتشوفوا الجو. قبل ما نبلش شو بنقول لهم، ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، خليكم معنا. تعالوا تتعمر يا دار محمي براجك، والعسكر داير من دار يوقف عسياجك. تعالوا تتعمر يا دار محمي براجك، والعسكر داير من دار يوقف عسياجك. مثل ما انتم بتحبونا نحن كثير كثير بنحبكم، ونحن هلا ان شاء الله قاعدين بالمدارس، ولكن نحن اكيد اكيد رح نرجع على بيوتنا، ما هيك؟ رح نرجع على ضياعنا وبيوتنا؟ نحن مأكدين صح؟ لذلك جايين لنغني اغاني وطنية للبنان وتغنوها معنا. كمل كمل يلا اسمع الكلمة أعلى. خليكم على الإيقاع، على الإيقاع. Thank you.
معنا. صورتنا هنا
العيون. I'm not.
يلا عطونا التفوني بنغنيها مع مليكة. يلا غنوا معه. اوكي مليكة هون. جينا نعيدكن بالعيد بنسألكن ليش ما في عنا العياد ولا زينة يا بنشوفكم بضياعكم ونعمل حفلة هونيك بإذن الله.